من الأول ما قلناش باللي الأمر سهل، لأن كنا في كملنا سنة جامعية وبدينا سنة جامعية أخرى، وقلنا باللي الآن كانت فيه بعض النقائص، ولكن هذه حاجة عادية لأن جراء الوباء اللي ما كاش منتظر كوفيد 19، والآن حنا رانا الآخر، ولكن نجم نقولوا باللي في كل المؤسسات وحتى المؤسسات اللي نزور فيها راهي بداية الدراسة بدات، وحسب النمط الحضوري والنمط عن بعد. والآن حنا ما عندناش إشكال، حنا قلنا باللي لا كان فيه نقائص ندخلوا مباشرة ونلقاو لها الحلول، ولكن بصفة عامة ما نساوش باللي عندنا 109 مؤسسة جامعية وفيها 109 مؤسسة جامعية، حتى لو كان فيه مشكل في مؤسسة ولا اثنين هذا ما يمثلش الأغلبية تاع المؤسسات.